يواصل الثوار معاركهم ضد تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي، حيث أعلن الثوار أمس السبت استعادة السيطرة على منطقة البحوث قرب مدينة عزاز، في حين قال ناشطون بأن 7 مقاتلين من الثوار استشهدوا في مدينة مارع إثر استهداف طيران التحالف لنقطة رباطهم في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ريف حلب الشمالي مراسلنا رضوان الحلبي. رضوان، حدثنا بداية عن آخر التطورات للوضع الميداني في مدينة مارع المحاصرة وعموم ريف حلب الشمالي. نعم زميل أصلان، إن مارع أصبح يومين على حصارها، حصار مطبق من تنظيم الدولة ومن حزب قوات سوريا الديمقراطية، حيث هناك أكثر من 1500 عائلة في مدينة مارع. هناك وضع إنساني صعب في المدينة، حيث قلة الأدوية وقلة الغذاء، وذلك بعد استهداف المشفى الميداني من قبل تنظيم الدولة والتسلل إليه والعبث في معداته. طيب، هناك تواتر للأنباء عن احتجاز قوات البي واي دي اليابيجي للنساء والأطفال النازحين من مارع واشتراطهم تسليم المدينة وقرية الشيخ عيسى مقابل الإفراج عنهم، ما صحت هذه الأنباء؟ زميل أصلاً، جيش الثوار يستغل معارك الثوار مع تنظيم داعش في مدينة مارع، ولذلك أصبحت الشيخ عيسى هشة بالنسبة للقتال. لذلك تمكن جيش الثوار من السيطرة على النقاط الغربية من قرية الشيخ عيسى، والثوار ينفون أي اتفاقية بين جيش الثوار وبينهم في هذا المجال. نعم، من ريف حلب الشمالي مراسل حلب اليوم رضوان الحلبي، شكرا جزيلا لك. ونبقى في ريف حلب الشمالي، حيث خرجت مظاهرات في مدينة عزاز حي صمود الثوار في مدينة مارع، وطلبت الثوار بتوحيد صفوفهم وفك الحصار عنها من قبل تنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب الكردية يبقه. حيوا لي مارع، مارع الخضراء، حيوا لي عزاز، أحرار عزاز.